من هو ملك الموت؟ اشتهر عند الناس تسمية ملك الموت باسم عزرائيل، لكن هذا الاسم لم يرد بدليل شرعي، سواء كان من القرآن الكريم أم من السنة النبوية الشريفة، وإنما وصل هذا الاسم إلى العامة من خلال الإسرائيليات التي وصلت إليهم من طريق الروايات والأخبار. وإنما الاسم الذي ذكره الشارع في القرآن والسنة هو ملك الموت بهذه التسمية، وفي ذلك قال ابن كثير في كتابه البداية: وأما ملك الموت فليس مصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح، وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل. وظيفة ملك الموت: أوكل الله عز وجل مهمة قبض الأرواح لملك الموت، فقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقد أمره الله بعدما يقبض روح المؤمن أن يدفعها إلى ملائكة الرحمة، وإذا قبض روح الكافر أن يدفعها إلى ملائكة العذاب، وهو ما ورد في قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فتأخذها الملائكة بعد ذلك وتذهب بها إلى رب العزة. قال الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وذكر عكرمة أنه رأى في بعض الصحف أن آدم عليه الصلاة والسلام طلب من الله أن يريه صورة ملك الموت، فأخبره سبحانه أن ملك الموت له صورة لن يتمكن من أن يراها، وأنه سيريه إياه بالصورة التي يأتي بها إلى الأنبياء والمصطفين من عباد الله، فأرسل له جبريل وميكائيل وملك الموت بصورة كبش أملاح. وله 400 جناح، أحدها تجاوز حد السماوات والأرض، وآخر تجاوز حدود الأرضين، ومنها ما تجاوز حد المشرق، ومنها ما تجاوز حد المغرب. وقد أحاطت يداه كل ما في الأرض من الإنس والجن والحيوان والبحر والمحيطات والسهول والجبال وغيرها من أصغر مخلوق، والذي يكاد يبلغ الخردلة في الصحراء البالغة بوسعها كالأرض إلى أعظم مخلوق. تموت الملائكة كما يموت البشر. قال الله تعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقد فسر السمعاني قوله تعالى إلا ما شاء الله بأحد القولين: أولهما أنهم الشهداء، وثانيهما أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت.